هل سمعت عن التحذيرات المثيرة التي أطلقها راصد الزلزال الهولندي هوجر بيتس؟ مساء أمس كشف عن تنبؤات قد تغير نظرتنا حول العلاقة بين الكواكب والزلازل على كوكب الأرض. فهل فعلا هناك علاقة بين حركة الكواكب والزلازل؟ تابعوا معنا هذا الفيديو لتعرفوا التفاصيل. أعلن فرانك هوجر بيتس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تحذيرا شديدا، مؤكدا أن الهندسة القمرية الحرجة بين كوكب الأرض والقمر والمشتري قد تؤدي إلى زلزال قوي في يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، وتحدث عن ظاهرة فلكية فريدة حدثت بين 1 و2 ديسمبر، والتي ربما تكون مقدمة لحدث زلزالي قوي. وتحديدا كان الحديث عن اقتران جمع القمر والأرض والمشتري في 1 ديسمبر، بالإضافة إلى اقتران كوكبي المشتري وزحل. كل هذه الظواهر التي تحدث في الفضاء ربما تحدث تأثيرات على النشاط الزلزالي على الأرض وفقا لنظريته المثيرة. لكن ما هي الهندسة القمرية التي يتحدث عنها هوجر بيتس؟ ببساطة هي عبارة عن دراسة العلاقة بين حركة الأجرام السماوية مثل القمر والكواكب، وكيف يمكن لهذه الحركات أن تؤثر على النشاط الزلزالي على الأرض. هوجر بيتس يؤكد أن هناك علاقة بين الاقترانات الكوكبية وحركة الأجرام السماوية، وأن هذه الحركات تحدث قوى جاذبية قد تؤدي إلى نشاط زلزالي. ورغم الهجوم الكبير الذي تعرض له من قبل العديد من العلماء، فهو يصر على صحة نظريته ويربط الزلزال بتحركات الكواكب. من المعروف أن هوجر بيتس أصبح اسما مألوفا بعد تنبؤه بزلزال تركيا المدمر في فبراير 2023 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 50,000 شخص، ومنذ ذلك الحين أصبح يكتسب شهرة كبيرة بعد أن ادعى أنه تنبأ بالزلزال قبل وقوعه ب3 أيام فقط. وبعد تلك الحادثة بدأ يتنبأ بالزلازل في أماكن مختلفة حول العالم، ما جعله محط اهتمام الكثيرين. لكن دعونا نكون صادقين، العلماء السائدون يرفضون هذه النظريات تماما، فهم يعتقدون أنه لا يوجد أي دليل علمي يثبت وجود علاقة بين حركة الكواكب وزلازل الأرض. في النهاية يقولون أن هذا الأمر يعد من المستحيلات علميا، ولكن يبقى السؤال، هل هناك فعلا علاقة بين الكواكب والزلازل؟ هل يمكن أن تكون هندسة النظام الشمسي هي السبب وراء هذه الأحداث الطبيعية، أم أن هذه التنبؤات مجرد تخمينات؟ يبقى ذلك موضوع مثير للجدل. من الجدير بالذكر أن هذا ليس أول تحذير يطلقه هوجر بيتس، وسوف نتابع جميع التطورات لنرى ما إذا كان هذا التحذير الجديد سيتحقق أم لا. في النهاية نظريات هوجر بيتس قد تكون مثيرة للجدل، لكن لا يمكن تجاهل اهتمامه الكبير في دراسة العلاقة بين الفضاء والأرض. هل تعتقدون أن هناك علاقة بين الكواكب والزلازل، أم أن هذه مجرد مصادفات؟